صباح النور. شو بكي؟ فكرتك بالشغل. لك ليش دقيت علي وفيقتيني؟ لك لا، قلت لحالي يعني بما انه صوتكم كانت طالعه على وش الصبح فاكيد اكيد قدمتي على اجازه. يعني انت عارفانه انه انا ما نمت كل الليل؟ عارفانه حبيبتي عارفانه، بس ما قدرت استنى لحد ما تفيقي وافهم شو كان صاير امبارح بالليل. وانت شو دخليك؟ انا ما دخلني، بس جوزي كان بده يتصل بالشرطه ويقدم فيكم محضر. اي يا ريت اتصل، كنت على القليله خلصت من رفقاته لقصي الغلظه. ها شفتي بقى رفقات قصي كان هون امبارح. ليك يا ام وسيم انا بدي كفي نومتي لاني كثير نعسانه، اذا بتحبي عدي واعتبريني جنبك، اشربي قهوتك واحكي اللي بدك اياه وبس تخلصي زيارتك روحي باي. اي على فكره لو لك تحصيره نفسيه معي انت. يلا انحسبت علي زياره وانحسبت، بعمل فنجان قهوه وبشربه وبعدين بفهم منها شو كان صاير.